ترقب وقلق فلسطيني قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام أمريكية تفرض سياسة الأمر الواقع وتمنح إسرائيل مزيداً من أراضي الفلسطينيين. أوساط شعبية وسياسية رفضت الصفقة التي لم يشارك فيها الجانب الفلسطيني، في الوقت الذي ما يزال الجانب الإسرائيلي يدعمها بقوة ويعتبرها فرصة تاريخية. الخطة التي تأجلت طويلاً سيتم الإعلان عنها اليوم بغياب فلسطيني وسط تخوف من تبدد الآمال في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. من جهتها أعلنت القيادة الفلسطينية أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً بعد إعلان الخطة لاتخاذ موقف فلسطيني موحد وسط مطالبات شعبية باتخاذ خطوات كبيرة كالإعلان عن إنهاء العمل بالاتفاقيات المرحلية الموقعة مع إسرائيل وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها. في السياق نفسه يرى مراقبون ضرورة الانسحاب الفلسطيني من الاعتراف بإسرائيل التي لا تعترف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى توسيع كل أشكال المقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الاستيطان والحواجز والوصول إلى عصيان مدني كامل في كل الأراضي الفلسطينية. في الوقت الذي توعدت فيه قوى فلسطينية بالتصعيد في الأماكن التي تقول إسرائيل إنها ستضمها إلى سيادتها كالأغوار والمستوطنات.